قال الدكتور عبد العزيز الشاماني هذه الأبيات: أخي إن أردت صلاح الأسر وجو الهدوء وجني الثمر، أخي إن أردت صلاح الأسر وجو الهدوء وجني الثمر، ببيت السعادة بين الرفيقة بين البنين وحسن الأثر، عليك بأمر الصلاة لهم وثابر بصبر طوال العمر، وواصل دعاءك لا تنثني، وإن أحبطوك فكن ذا نظر، ولن بالكلام وجد بالسخاء، وعد بالهبات لأهل الظفر، وشجع وأقنع ولا ترعوي لحسد بيتك فيما ظهر، وكن في انتباه لبعض الأمور وأغفل لبعض ولا تكفهر، وأغفل لبعض ولا تكفهر، وأغفل لبعض ولا تكفهر، ولا تنقل الهم إياك أن تعود بهمك مهما كبر، عدا ما أشرت به راشدا أبان لك الرأي جهرا وسر، وعمر لدارك يوم البقاء فما هذه الدار إلا ممر، فما هذه الدار إلا ممر، وعمر لدارك يوم البقاء فما هذه الدار إلا ممر، فما هذه الدار إلا ممر. قناة محمد المدح.